انا تندور دابا في مواقع التواصل الاجتماعي انا دابا تندور ويبان ليا واحد المهرجان ما عرفتش شنو سميته في مصر تم الافتتاح ديالو وما كبروا شويه بالفنانين المغاربه اولا بليتو الفنانين العالميين ديالنا احنا كنسميوهم عالميين وهما يسميوهم اللي بغاو احنا المشكله اللي عندنا ان احنا ديما كنكبروا بالبراني يعني كون كان احنا عندنا نجم مصري مع احترامي للمصريين فكنا غنديروا نفس الشيء غنكبروا بالمصري وغنخليو المغربي يعني الغلطه ماشي ديالنا الغلطه ماشي ديالهم الغلطه ديالنا احنا يمكن عقده الاجنبي اللي عندنا احنا من زمان هذا الشيء كنا انا كنشوفوا ديما في مهرجانات في المغرب دايوغ ماشي حتى كاع على برا المغرب يعني في بلادنا كيكون داك التمييز فما ادراك انه في بلادهم هما حرين بلادهم دير فيها ما بغاش تسعد مجرد انه اخر ليله تحددت الحلقه ديالو تحدثت البرومون ديالو انا في الصراحه مازال ما عنديش اون ريبونس فينال يعني ديفينيتيف ما يمكنش نحكم تكون عاديه جو بونس انا عاديه قالت تلاقت مع الاحتفالات ديال 6 اكتوبر وسعد المجرد فنان كبير بزاف 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 وحتى لا كان شي مشكل من هذا القبيل فغيكون غيره من فنانين وحدين اخرين لانه حسب البساط او فسحب البساط من تحت رجليهم فما كنظنش ان برنامج هو اللي غادي يطلعوا او غادي ينزلوا وما شاء الله عليه غادي في طريقه الله يكمل عليه بكل خير. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma